واخده النهارده مسا من ايديها وتقول لها سيبيلي نفسك خالص، ده انا هخرجك احلى خروجه في حياتك وهوريكي حاجات عمرك ما شفتيها. والتانيه ماسكه في ايديها بقى وسامعه كلامها وتقول لها ماشي يلا بينا اما نشوف اخرتها معاك يا حور وهتودينا على فين. وفجاه شافتني بقى واقف بعيد قامت سايبه ايديها وجريت عليا على طول وتقول لي انت بتعمل ايه هنا بقى من غيري، وريني كده انت بتتفرج على ايه. شوية بقى وخلصت واقفة عند بيت الفراخ او الكوكو زي ما هي بتسميها، وقامت جارية عليا على طول وتقول لي يا بابا هات لي التذاكر بقى انا عايز اروح اركب بقية الحاجات اللي موجودة هنا واجربها كلها. ويا عيني سحبة مسا وراها وتقول لها اجري شوية بقى مش عايزين نتأخر. وعلى ما دخلت اجيب لهم التذاكر بقى اللي هيدخلوا بيها الحاجة لقيتهم جايبين طبق حلويات وملمومين عليه كلهم حوالين بعض وعمالين بياكلوه سايبين انا واقف بجيب لهم في الحاجة. خلصوا الحفلة اللي عاملينها وراحوا بقى عشان يشتروا أكل الحيوانات عشان يروحوا يأكلوهم في بقهم. جابوا الأكل بتاع الحيوانات وخلصوا كل حاجة يروحوا بقى يدوروا على الحيوانات نفسها موجودة فين علشان يلاقوها ويأكلوها. وعمها طمعان في الجزر وعايز ياكله هو. اخيرا وصلوا عند اول حيوان موجود وتقريبا كده كان واكل كتير وما كانش جعان. وقف قدامها ياسر بتاع حوالي ربع ساعه يتحايل عليها عشان تاكل وهي منفضه له ولا هي هنا. الجزر بيرمي عندهم جوه عادي. تقريبا كده الغزالة ما كانتش حابة ياسر ومش عايزة تاكل من ايده. المهم بقى اننا زهقنا من الغزالة دي وسبناها ومشينا وروحنا عند النعامة المحترمة دي كانت بتاكل وزي الفل. شاطر بقول لك انا خايف من البتاع يا ابو رقبه طويله دي. تعالي يا ابني ما دي اللي انت لسه ماكلها غلطاطه جوه. بص التانيين جايين وراك دي. يا بنت شبات الخشبه طايق. هاتي لسه ناكلها. شاتي يلا خد خلصوا فقرة أكل الحيوانات ودخلوا بقى على فقرة جديدة راحوا بيت البغبغانات وده حرفيا كان الضحك كله بقى. وانا
محدش هيشيلهم لك، خليكي واقفه متسمره كده. لا محدش هيشيلهم لك. اللي فوق ده عمال ياكل في دماغك. قول له كوكو كوكو ما تخافش. بابا بابا. لا خلاص خايف. ما تخافيش بس حلو بس حلو. طب خلاص خلاص. بصي حلو حاجه. هنا عمر كان بيحاول يركب الحصان الصغير. ما تخافش يلا 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 بابا هنمشي معاك. يلا بابا معاك. بابا معاك. ما تخافش يلا يلا. اعملوا كده اعمل كده اعملوا كده اعملوا كده. قوي الجبانه بقى خافت تركب مع ان هي اللي موديانا عنده اصلا، كانت شايفاه وعاجبها وعماله تشاور عليه من بعيد، لكن لما قربت منه خافت معرفش ليه. قلنا نجرب ماسه نشوف هتعمل ايه هي كمان، وطلعت شقاوه وما خافتش الصراحه وقعدت تلف بيه قد كده. يا ماسه يا حسن ماسه. المهم انها شويه وحلف عينها تاني وقعدت تشاور عليه، قلنا نوديها تاني نجرب يمكن المره دي ما تخافش. وفعلا قعدت عليه وخدت كام صوره بس. حلو قوي لحد كده. يمشي؟ لا هي تقعد عليه. اه لا انا يمشي بيها. لا وده بقى نوح كان مبسوط قوي بالخروجة الصراحة، وكان عاجبه الجو جدا. هو تحسه مكشر حبتين بس هو ده ستايل وش يعني. هو من جواه كان مبسوط وعاجبه المكان قوي. بجد بقى المكان كان حلو جدا وروحه حلوة جدا جدا، وبسطنا كتير في اليوم ده. كمان لسه في انشطة كتير قوي غير اللي شفتوها في الفيديو دي، بس احنا ملحقناش عشان كان الوقت خلاص بدأ يتأخر. متنساش بقى تحط للأمارات دول قلب وتعمل اشتراك في القناة لو لسه مش متابعني.